دائما عودنا أن نعرض عليكم أشياء غريبة اللي نشوفها. اليوم راح نعرض عليكم شيء غريب آخر اللي هو انبوب ماء رواء أو ماء شرب، انبوب ضخم مكسور، فعندما ينكسر الماء يبدأ يندفع للأعلى، وهذا الماء المندفع للأعلى من شدة البرودة هنا حصلنا على هذا المشهد اللي أمامنا. تخيلوا، هذا عبارة عن مياه مندفع للأعلى ومتجمد. هسه هنا هذا دا أشوف أنا قطرات دا يندفع، ما أعرف إذا واضح عندكم بال، راح أقربها. هذا البقايا الماء اللي بعد ما متجمد، هذا أعتقد لحد بكرة أيضا يتجمد. هسه الماء دا ينزل علي، هذا الماء شوفوا هنا هذه الفتحة اللي موجودة أمامنا، هذا من ناخه الأنبوب داخلها، من ناخ مكسور ودا يندفع. أكثر ما أقدر أتقرب بصراحة، هذا الشيء الجديد اللي قدرت أصوره لكم، وإذا أكو شيء ما مصوره لحد الآن فانتظرونا، كل يوم نكتشف شيء جديد نصور لكم إياه. يعني.